السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، رحم الله شهداءنا وشفى الله جرحانا وفك الله قيد أسرانا، حمى الله شعبنا وفرج الله كربنا، حفظكم الله، حفظ الله أهلكم وأحبتكم، ونسأل الله أن يعجل بزوال هذه القمة. وسنكون معكم إن شاء الله على مدار الفترة المقررة من إدارة الجامعة ستة أسابيع بواقع أربع محاضرات بإذن الله في الأسبوع. نحاول خلال المحاضرة الواحدة أن نغطي بعض الجزئيات النظرية والجزئيات التطبيقية في هذا المساق. مساق راح نكون معا فيه إن شاء الله تعالى هو مساق Data Visualization أو التمثيل المرئي للبيانات. هذا المساق يعطى لطلبة قسم الوسائط المتعددة وتطوير الويب في الجامعة الإسلامية بغزة، يغطي جزئيات أقرب إلى الوسائط المتعددة وتمثيل البيانات على شكل رسوم بيانية أو ما تسمى إنفوغرافيك. إن شاء الله تعالى بأكون معكم في هذا المساق أستاذ عبد الله أحمد النقلة، وسيكون تواصلنا خلال هذه الفترة إما من خلال البريد أو رسائل الموديل أو الأفضل مجموعات التليجرام للإجابة على استفساراتكم المتعلقة بالمساق بشكل نظري أو بشكل عملي أو المتعلقة بفترة الدراسة بشكل عام. على المجموعة أو على الجروب إن شاء الله سنكون يعني أكثر من مدرس يجيب على استفساراتكم بإذن الله تعالى. هذا المساق يعطي مقدمة عن المعلومات البيانية، كيف إحنا نمثلها بشكل ثابت أو بشكل متحرك أو بشكل تفاعلي. بيركز أيضا على فهم البيانات والفروقات بين البيانات والمعلومات، كيف إحنا نوصل للمعلومة من نص أو من مجموعة نصوص، وكيف إحنا نحاول نتعرف على الكلمات والأرقام الأكثر أهمية ونحول هذه المعلومات وهذه النصوص إلى رسومات تحسن الفهم وتوصل المعلومة بطريقة أبسط وأسرع للمتلقي. واستخدامات هذا الموضوع كثيرة في شتى المجالات، وراح نتطرق لها إن شاء الله تعالى في محاضراتنا القادمة. أيضا راح نطبق على عدد من البرامج الخاصة بالفيجواليزيشن أو البرامج الخاصة بالتصميم والتحريك، راح نطبق أكثر من سيناريو نحوله من نص إلى رسوم بيانية سواء كان ثابتة أو متحركة. عشان إحنا نغطي الجزئيات بشكل عام اللي إحنا تحدثنا فيها، راح يكون في عنا مقدمة كموضوع، أيضا راح ننتقل لمعرفة العناصر والأمور اللي بتخلي هذا الانفوغرافيك جيد، what makes a good infographic، شو هي الخطوات اللي احنا راح نتبعها قبل انشاء الانفوغرافيك، كيف احنا راح نبدا من داتا ونوصل لانفوغرافيك، طبعا من خلال اكستراكشن للانفورميشن من هاي الداتا، انه احنا نستخرج المعلومات من هذه الداتا، نعملها واير فريمينج ومود بورد، وهذا الكلام ان شاء الله تعالى راح نتعرف عليه شو يعني وكيف احنا ممكن نعمله.
كيف احنا نصمم، كيف احنا نلون، كيف احنا نحرك هاي المعلومات، تمام؟ وفي النهاية بده يكون معنا كيس ستدي او حالة كاملة ان شاء الله تعالى نحولها ونوصل بمخرج لها. تقييم هذا المساق راح يتنوع ما بين الكوزات، التسليمات العملية والاختبار النهائي، ولأنه طبيعة المساق يعني ومساقات قسمنا بشكل عام بيغلب عليها الطابع العملي، فراح يكون في عنا كويزز، تمام؟ هاي الكويزز حيكون عليها 30 درجة، راح تتضمن جزئيات نظرية وبعض الأمور التطبيقية داخل هذا الكويز. راح يكون في عنا كمان تسليم لبعض التمارين اللي حيتم شرحها لكم إن شاء الله تعالى العملية، ويكون عندنا الاختبار النهائي 50 درجة. حاولوا ما تراكموا على أنفسكم بقدر الإمكان، نعلم صعوبة الظرف، لكن بقدر الإمكان المتابعة أول بأول. كل مهمة هي بسيطة إذا تم إنجازها في وقتها، ما تراكموا المهام عليكم، رغم أنه راح يكون يعني الموديل مفتوح للتسليم لأطول فترة ممكنة من بداية المساق لا نهايته، لكن حاولوا ما تراكموا على أنفسكم وما تخسروا وقت. استغلوا كل يعني كل يوم في إنجاز شيء جديد، حاولوا تتغلبوا على يعني الظروف اللي احنا كلنا موجودين فيها، وإن شاء الله تعالى ربنا ينفعكم بما ستتعلموا وأن يزدكم علما إلى علمكم، ونسأل الله السلامة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.